مع حضرتك دكتور خالد. قرية سيس التطور اللي حصل فيها، لو تدينا صورة عامة كيف كانت قرية سيس قبل مبادرة حياة كريمة وتطويرها للقطاعات المختلفة، وكيف أصبحت الآن؟ تمام يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور خالد عبد العظيم من أهالي قرية سيس الأمراء. أولا أنا بوجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريفه قرية سيس الأمراء، لأن احنا النهاردة عشنا يوم تاريخي فعلا. النهاردة احنا هنقول الرئيس عبد الفتاح السيسي زار قرية سيس الأمراء، فأصبح اليوم النهاردة يوم تاريخي نحكي لأولادنا ونحكي لأحفادنا. والبلد حقيقي أنا جالي كم اتصالات وكم رسائل عزارة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لا تحصى، وكم فرحة واحنا ماشيين مع الناس في الشارع قد ايه الناس فرحانة باللي حصل وفرحانة بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي. تاني حاجة نوجه الشكر والتقدير للأب الروحي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي قبل ما يخش القرية ويفتتحها قدم واجب العزاء لأخواتنا وشهدائنا من قرية الشريف وقرية سيتس وبالأخص مركز بيبا وعلى عموم محافظة بني سويف، اللي استشهدوا في الحادث الأليم بليبيا، وجبناهم والناس يا رئيس قدم لهم الدعم الشامل ليهم وقدم لهم واجب العزاء النهاردة. هتكلم عن قرية سيتس. قرية سيتس هنا تتميز عندي بحاجات كتيرة جدا بالنسبة لموقعها الجغرافي، دي أول حاجة. الحاجة الثانية، قرية سيتس هي أحد القرى الداخلة عندي في مبادرة حياة كريمة بمركز بيبا. مركز بيبا عندي يشمل 46 قرية أم و118 سابع، والمركز بأكمله داخل عندي حياة كريمة. وتم اختيار قرية سيتس لموقعها الجغرافي لأنها تربط بين مركز سموسطة ومركز الفشت ومركز بيبا، الثلاث مراكز على مقربة تعادل من 5 دقايق لعشر دقايق، تبقى أنت في خلال أي مركز من الثلاثة دول بأول قرية نموذجية على مستوى مركز بيبا في مبادرة حياة كريمة. القرية كانت قديما لا شيء وأصبحت كل شيء. تمام؟ إيه المختلف؟ إيه اللي حضرتك لمسته في قطاعات مختلفة؟ يعني لو اتكلمنا بشكل مبدئي عن القطاع الصحي، إزاي القطاع ده اتطور؟ إزاي قدرتوا تلمسوا الاختلاف قبل وبعد دخول المبادرة الرئاسية حياة كريمة؟ هتكلم على القطاع الصحي. اولا احنا كان عندنا مستشفى متهالكه جدا، ما فيش فيها خدمات ولا فيها اي شيء. حصل عندي احلال وتجديد لمستشفى سيتس واصبحت مستشفى نموذجي يشمل مبادره التامين الصحي الشامل، وعندي مركز حضانات وعندي مركز غسيل كلوي، ونسعى في التطوير ان احنا عندنا مركز عنايه مركزه، ده على القطاع الصحي. افاجئ حضرتك ان قريه سيتس فيها غاز طبيعي. اول قريه وصلها الغاز الطبيعي في اطار مبادره حياه كريمه هي قريه سيتس الأمراء، واصبحت الناس النهارده شغاله بالغاز الطبيعي. قبل الغاز الطبيعي، قبل دخول الغاز الطبيعي، كنا بنشوف معاناه لا حصر لها في موضوع انابيب الغاز واسطوانات الغاز. كانت اولا بيبقى فيه تاخير فيها، كنا بنعاني معاناه شديده جدا في فصل الشتاء. تمام؟ لدرجه ان احنا كنت بتضطر تحجزي قبلها بيوم واثنين وثلاثه عشان تروح تشيل انبوبه تشيلها بايدك وتوصلها مثلا لحد باب البيت. دلوقتي لا، انت بضغط الزرار بخلي الغاز عندك، والشحن دلوقتي بقى حاجه الكترونيه جدا. فالموضوع اصبح سهل جدا. والغاز ده طبعا يعني عندنا في ظل المبادره، يعني مع احترامي كده احنا ما اتكلفناش فيه اصلا اي حاجه. الناس وصلها الغاز لحد باب البيت، ومش غاز بس، احنا كان عندنا صرف صحي بس اصبحت مع تجديد القريه في شوارع ما كانش فيها صرف صحي. فعملنا مد وتدعيم صرف صحي للقرى اللي هي محرومه من الصرف الصحي. طب هل احنا بس مستكفين بكده؟ لا، عندنا كهرباء، عندنا مية، عندنا نقطة شرطة يعني لسه معمولة جديد، عندنا مجمع خدمي، وده يعني أنا لسه هتكلم مع حضرتك بالتفصيل عن المجمع الخدمي، لأنه الحقيقة ملفت جدا. فكرة أنه تبقى كل الخدمات اللي بتحتاجها المواطنين متجمعة في مكان واحد، قد إيه ده وفر عليكم.